لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. خصايا لها وهج تزال به الخفايا، وترتعد الجبال بكلها، وتذرف دمعها عين الخطايا. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فليك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فليك كان سعيهم مشكورا. الآيات دي بتعلمنا إن نفرق ما بين الأمنية والهدف. أمنية الإنسان هو يكون من أهل الجنة، لكن لن يصل أبدا بمجرد الأمنية حتى يحول هذه الأمنية إلى هدف ويخطط لذلك الهدف ويسلك المسلك الذي من خلاله يصل إلى ذلك الهدف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. كحال الإنسان إذا أراد سلعة ما، يا ترى هل بيمكث في مكانه حتى تأتيه السلعة أم يذهب لكي يشتري السلعة؟ يبقى بيعتمد طريق حتى يصل للسلعة لكي يقوم باقتنائها. ولله المثل الأعلى: فمن أراد الآخرة ومن أراد الجنة لابد أن يسعى ويسلك مسلك من أراد الجنة حتى يصل إليها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ولكن كان سعيه مشكورا. فنفرق ما بين الادعاء وحقيقة. الادعاء بيدعي الإنسان هو من طلاب الجنة، طب يا ترى حقيقة هذا الأمر هل هو ده يعني مطلب حقيقي موجود عند هذا الإنسان؟ نقول لو كان هدفا يبقى حيسعى هذا الإنسان أن يتمثل للآيات التي بيّن الله عز وجل من خلالها ما هي الصفات التي ينبغي علي كطالب للجنة أن أشتمل عليها حتى أصل. ما يوصلك إلى الجنة؟ في صفات، سلوكيات، أحوال ينبغي أن يكون عليها العبد حتى يصل من خلالها إلى الجنة. والكلام ده نراه بوضوح في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك الموضع في خواتيم سورة الفرقان. في خواتيم سورة الفرقان بين الله عز وجل الصفات التي لو اعتمدها الإنسان عند ذلك واجتمل عليها قادت هذا الإنسان إلى الجنة. في خواتيم سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ده موضع من المواضع التي بين الله عز وجل ما هي الصفات التي تؤهلك أيها الطالب للجنة. هذه الصفات التي تؤهلك أن تكون من أهلها. يبقى في صفات يجتمع الإنسان غير لما هو يتمنى. الكل يتمنى أن يكون على الجنة، والكل يتمنى ألا يكب على وجهه في النار، لكن دي أمنية لازم تحول إلى هدف وتكون الرؤية واضحة، والطريق الذي نسلكه للوصول لذلك الهدف أيضا لابد أن يكون واضحا. ما هي الأدوات؟ ما هي الوسائل؟ ما هي المقومات التي ينبغي الإشتماع عليها حتى أكون من طلاب الجنة وأسعى فعلا الوصول إلى ذلك؟ قلنا لو إحنا أخذنا فقط يعني هذه القائمة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لما أنا أبص لكل بند من هذه البنود يبقى أنا لازم أولا أبند هذه البنود. يبقى هذه البند الأول، هذه البند الثاني، البند الثالث،
كل بند أنظر كيف أحققه. أن إحنا بنقرأ الصفات دي يعني مجملة، وبالتالي على ذلك نهاية الصفات: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وقمنا فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرة ومقامة. لكن الآن تتكلم على إيه؟ طب إيه الصفات بقى اللي أنا لازم أجتمع عليها؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يبقى حتى بتتكلم على المشية، مشية هؤلاء لهم مشية يميزون بها، لا يمشون مشية المتبختر ولا المتعالى على القوم ولا المستطيل على الخلق، ولكن مشية المتواضع المنكسر المتذلل بين يدي الرب سبحانه وتعالى. وإذا خطبوا الجاهلون قالوا لهم منهج في التعامل مع السفهاء والجهلاء. ماذا لو تسفع عليك إنسان؟ ماذا لو جهل عليك إنسان؟ لهم منهج، يبقى هم لا يخرجون أبدا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، أو عن هذا المنهج المعتمد من كتاب ربهم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، أعلن الجاهلين. والكلام ده بنجده في الصحابة رضي الله عنهم، وهم أيضا يطبقون هذه القواعد، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين ودخل عليه يحيى بن حصن وأغلظ القول، قال يا ابن الخطاب إنك والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بنا العدل، وغضب عمر كاد أن يقع فيه. قلنا أغضب عمر، ونقول كلام يعني تسبب ذلك الكلام على عمر، عمر يعني أمير المؤمنين، فغضب عمر وكاد أن يقع فيه، حتى قال الحر بن قيس رضي الله عنه وكان من مجلس قراء عمر ومجلس مشاورة عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يحكي لنا حال عمر رضي الله عنه، يبقى ده كان حاله قبل ما تقرأ على الآيات، طب حاله بعد ما قلت على الآيات. قال والله ما جاوز عمر عندما طلعت عليه وكان وقفا عند كتاب الله، يعني نقوله غضب شديد جدا. الآية دي نزلت بردا وسلاما على عمر، أول ما ذكره قال أن الله تعالى قال النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين، فسكن الغضب عن عمر بمجرد آية، كانوا يعيشوا مع الآيات. وبالتالي أعرض عن الجاهلين، يبقى ده منهج التعامل مع الجهلاء مع السفهاء. يبقى ماذا لو تصفى عليك إنسان، لو جهل عليك إنسان، كيف تقابل هذه الجهالة وهذه السفاهة؟ يبقى أعرض عن الجاهلين كما قال ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، لهم حال مع ربهم سبحانه وتعالى بالليل، لا ينامون كما ينام الناس، ولكن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ده حاله ليحال مع رب سبحانه وتعالى بالليل، لا ينام كما ينام الناس ولا يغط في نومه، ولكن يقوم بالليل يذهب النوم عن عينيه، ثم يقف مثلا بين يدي الله سبحانه وتعالى يناديه، ويقرأ من كلامه ويتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبقى الخوف من عذاب الله عز وجل، يبقى آمن وفعل الإيمان واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يركن إلى ما يفعل، ولكن خوفه الشديد من عذاب رب سبحانه وتعالى، وأن ترد عليه تلك الأعمال. يبقى الخوف من الله عز وجل، الخوف من عذاب الله عز وجل، وده لا تأتى أبدا إلا لما يضع التصور الصحيح بالنسبة لليوم الآخر، وبالتالي يغرس غرسا في نفسه. هذا المحرك دايما لاستقامة الإنسان واستمرارية الإنسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. عندهم ترشيد في النفقة، ترشيد النفقة هذا أيضا من السمات التي تميز المسلم عن غيره، ليس عنده إسراف وليس عنده تقتير، ولكن كان بين ذلك قواما، عنده ترشيد في النفقة كما قال لنا ربنا سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرموا إلا بالحق ولا يزنون. يبقى على ذلك يحققون التوحيد الخالص لربهم سبحانه وتعالى، وده مش هنتممه إلا باجتناب الشرك. اجتناب الشرك يتطلب أن أنا أقف على المسائل الشركية حتى أقوم باجتنابها. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الحق، لا اعتداء على حقوق الآخرين سواء على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، ولا اعتداء أيضا على حقوق الله سبحانه وتعالى، لا يزنون. وينفع ذلك يلقى أثامة
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانة إلا من تاب وآمن عمل عمل صالحا فأولئك يودي الله سيئة حسنات وكان الله غفورا. أي لو زلت قدم هذا الإنسان بلا إصرار أو تعمد بفعل خطيئة عاد وتاب وأناب رب سبحانه وتعالى من قريب، والله عز وجل يغفر الذنب ويقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يودد الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم، ومن تاب عملا صالحا فإنه يتوب الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أبعد ما يكونون عن الزور والمنكر من القول، وكذلك أيضا عانق اللسان، أمسك اللسان، ملك اللسان، فلا يتكلم إلا حتى في الكلام المباح إلا بما يحتاج فقط، ما زاد على قدر الحاجة من الكلام المباح فقد أمسك لسانه. استطاع أن يولد جمال اللسان، فإن تكلم لا يتكلم إلا الخير. انطلاقه منين؟ من كلام ربي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فانطلق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وانطلق من خلال آيات الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن الله معرضون. هذه من السمات الأساسية للمؤمن، إنه بيملك الكلمة، أملك لسانك، أمسك عليك لسانك، وده سبيل النجاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال له ما النجاة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيته وابكي على خاطر، أمسك عليك لسانك. يبقى يمسك اللسان حتى في الكلام المباح، حتى في الكلام المباح لا أتكلم كلام إلا بقدر حاجة، ما زاد على قدر حاجة وده اللغة، وبالتالي يشهدون الزور، وكذلك أبعد ما يكون عن اللغة. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا آيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إزاي بيتعاملوا مع كلام ربهم سبحانه وتعالى؟ كيف يتعاملون؟ يبقى لا يتعاملون كمعاملة الأصم الأعمى، ولكن يتعامل مع كلام رب سبحانه وتعالى في حالة من اليقظة والإفاقة. الكلام ده يتطلب إيه؟ إن أنا أقرأ وتأمل، أقف على المعاني على ما دلت عليه مقصود إلى الآيات، ثم أنظر بقى يا ترى كيف أعتمد هذه المعلومات أو ما تعلمت واستفدت من الآية في واقع حياتي، كيف أطبقه؟ قلنا ده الحال حال الصحابة، وبالتالي ده صفة أساسية وسمت أساسي من سمات المؤمن. لما قال الله عز وجل الذين ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يبقى على ذلك الحالة الأسرية. كيف الحالة الأسرية؟ الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة العين في طاعة الله عز وجل، لأنه لما اختار ابتداء اختار بناء على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى. ما هي المرأة التي يتزوجها؟ فالصالحات وقانتات حافظات للغيب يحافظ الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر بذات الدين تلبيت يداك. لما اختار اختار بناء على توجيهات وإرشادات السنة، بناء على توجيهات وإرشادات القرآن. من أتزوج؟ القرآن حدد لك من تتزوج، السنة حددت أنا من تتزوج، فلا تتزوج بهواك ولا بآراء الإنسان، لا، أنا عبد لله عز وجل حتى في اختيار الزوجة. فالصالحات وقانتات حافظات الغيب يحافظ الله، وكذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، منها يعني تنكح لدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. ولذلك يدعونا والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ولقونا فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يبقى لو كان الإنسان فعلا مطلبه الحقيقي الجنة، وبدأ أساسا يضع خطة عشان يصل للجنة، إيه المطلوب مني؟ إيه المقومات التي لابد أن أجتمع عليها؟ طب إيه الصفات اللي أنا لازم أتربى عليها؟ يبقى كل ذلك ده بيان واضح في الكتاب، ولكن إحنا بنقرأ الآيات. الأمر يتطلب أن أنا أقف ومع كل من بأنظر كيف أطبقه، كيف أفعل هذا البند في حياتي، كيف أجتمع على ذلك البند. بذي أتي بنور من أراد الوصول للجنة. قلنا الكلام ده هتجده في أكثر من موضع من القرآن، زي سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آيات كثيرة في كتاب ربك سبحانه وتعالى يبين يا ترى إيه الصفات التي يتأهل الإنسان من خلالها أن يكون أهل الجنة، والطريق واضح.
الطريق إلى الجنة طريق واضح وبين، يعني هذا الطريق بين واضح في كتاب ربك سبحانه، لكن يتبقى الاعتماد الحقيقي لهذا الطريق. يبقى احنا بنتمنى فعلا دخول الجنة، نتمنى النجاة من النار، لكن عمر ما حننجو من النار وانا ماكس هكذا، عمري ما انا حصل الجنة وانا ماكس هكذا. ولكن كما قال الله عز وجل ننطلق من الآية التي في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.